المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أطلق مبادرة قومية اسمها إيه بقى؟ أسرتي قوتي. الاسم حلو يعجبني. طيب نسأل دكتور إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا بك يا دكتور إيمان. أهلا الآن سجيوتي. إزاي حضرتك؟ إيه الأحوال؟ الحمد لله الحمد لله. أسرتي قوتي. المجلس القومي زي ما اتفقنا أنه هو بيعمل مبادرات تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنهم وتساعدهم على دمجهم في المجتمع، وكان دورنا أن احنا لازم نتوجه للأسر للأشخاص ذوي الإعاقة المرة دي، ونسمي المبادرة أسرتي قوتي. وهي من الاسم بنعرف أن قد إيه دور الأسرة في دعم أي إنسان، الأم الأب الأبناء، ويجب أن يكونوا يعني ليهم دور حلا وهم ما عندهمش التوعية دي. فالمجلس بيعمل التوعية للأسرة وبيعمل لهم يعني زي تدريب وتأهيل كيفية التعامل مع الأبناء منذ ولادتهم كأطفال، أو حتى بعد ما بيتم إن الطفل خلاص بيتقبل إن هو عنده إعاقة، فقد إيه هو بيحتاج معلومات كتيرة جدا، إزاي إن هو يؤهله إن هو مناحي الصحية، إزاي إيه الحقوق بتاعته. فبنجيب مقدمي الخدمات في الورش المختلفة منذ إطلاق أول ورشة هتبقى بكرة إن شاء الله، هنجيب مقدمي الخدمات أو من المسؤولين في الحكومة من التربية والتعليم والصحة ووزارة التضامن، هيتكلموا كل واحد في التخصص بتاعه. فمثلا الصحة هتتكلم على الكشف المبكر والاكتشاف التدخل المبكر، هتعمل توعية بمشاركة المجتمع المدني، جايبين ممثلين عن المجتمع المدني في جميع أنواع الإعاقات، جايبين أسر بنتكلم معاهم بنعمل لهم توعية بحقوقهم في مثلا في المجال الصحي. فوزارة التضامن هتتكلم على الحماية الاجتماعية، التعليم ما هيتكلم على الدمج ازاي ان هو يدخل ولاده المدارس، ايه انواع الاعاقات اللي ممكن تدخل في الدمج التعليمي كمدارس نظاميه او سواء بقى تربيه خاصه مدارس الصم او غيرها. يعني بنعمل زي نوع من التاهيل والارشاد الاسري للاسر دي، وباعتبارهم طبعا الفئة المستهدفة من الأولى من أنشطة المبادرة. يعني طب دكتور إيمان، إلى أي مدى مسألة الوعي والدعم الأسري دي بتأثر إيجابيا على شخصية الإبن أو الإبنة؟ حضرتك عارف إن لما الأسرة يعني بيجي لها طفل أو مولود وبيكتشفوا إن هو عنده إعاقة بيحصل نوع من الإنكار في الأول. فإحنا يعني بنساعد هذه الأسر أنها تتقبل إن إحنا بنعمل لها تأهيل نفسي إن الإعاقة ليست نهاية الطريق، ولكن يمكن أن تكون بداية النجاح وبداية يعني شخص ليه فاعلية ممكن يكون بدون إعاقة موجود في المجتمع ليس له دور. ولكن الأسرة لازم تعرف إن هناك دعم من الدولة، ويجب أن تكون هي أيضا عندها المعلومة وعندها التوعية إزاي تاخد حقوقها. الطفل مثلا لو هو يعني لو هي ما عندهاش الوعي ده، فالطفل ما بيمارسش حياته، ما بي حتى يعني لو حتى قلنا أنه يعني ما بيبقاش لي القدرة على التعامل مع المجتمع يعني. فالأسرة لما بنعمل لها التوعية بتعرف إزاي الطفل تتعامل مع المجتمع، إزاي يعني تدمج طفلها تخرج للمجتمع، يبقى فيه طرق تدخل وبيبقى فيه دعم ويعني لتحسين جودة حياته. يعني مش مجرد أنه هو هياكل وهيشرب، بس يكون عنده جودة في الحياة من ناحية صحية،
من ناحية أنه يتعلم، من ناحية أنه هو يلعب يتفاعل مع المجتمع. فلما بيكون في توعية أو هو عن الأسرة عندها وعي، فده بيساهم في تنمية الأسرة. وأظن يعني إن احنا بنتكلم برضو في نفس اتجاه أو اتساق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 2021. فهي يعني تنمية الإنسان، تنمية الأسرة، ده مشروع قومي، يعني تنمية الأسرة المصرية. فده يعني جزء من خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة 2030. بإذن الله. أنا بشكرك جدا جدا يا دكتور، كل الشكر ليك الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.